افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية فعاليات الملتقى الخليجي 13 للاجتماعيين تحت عنوان التشبيك المؤسسي ضرورة للارتقاء بالمهن الاجتماعية. ويأتي المؤتمر الذي نظمته الجمعية الخليجية للاجتماعيين في إطار تجسيد اهتمام مملكة البحرين بالشراكة المجتمعية وتعزيز أواصر العمل المشترك بين أبناء دول مجلس التعاون، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الاجتماعية من داخل مملكة البحرين ومن دول مجلس التعاون. ويهدف الملتقى الذي يعقد على مدى يومين إلى تسليط الضوء على مفهوم التشبيك المؤسسي والتعريف بآلياته ومتطلباته الأساسية وتفعيل أطر التعاون وتبادل المعرفة بين المنظمات الأهلية ومراحل بناء شبكات هذه المنظمات من خلال الاطلاع على أبرز تجارب الشبكات المؤسسية الخليجية منها والعربية بل وحتى الدولية العاملة في المجال الاجتماعي. الاجتماعيين والجمعيات الاجتماعيين بدول المجلس والمهنيين العاملين بشكل تطوعي في كافة دول مجلس التعاون في مجال الاجتماعي يمثلون أهمية وشراكة مهمة جدا تدعم وتكمل الجهود الرسمية التي تقوم بها الحكومات بدول المجلس. عندنا كفاءات عالية ومتخصصة ورياديين يشهد لهم بالخبرة منخرطين ضمن هذه الجمعيات الأهلية التطوعية ويسهمون إسهام كبير في إعداد الدراسات والاجتماعية وتحليل الظواهر ويسهمون في تقديم يعني المعلومات والأدوات التي تساعد متخذي القرار على اتخاذ القرارات الصائبة في مجال التنمية الاجتماعية المستدامة. بعد الذي مرت به دولنا والعالم من جائحة تبين أن هذا هو أحد الأساليب والأسس التي يجب أن نتوجه لها كجمعيات غير حكومية من أجل تضافر جهودنا في تأسيس شبكة من العلاقات والتعاون المستمر الذي يحقق لنا أهدافنا بكفاءاتنا ومن خلال وسائل متعددة واختصاصات متنوعة. كثير من المؤتمرات السابقة كان دائما هناك الحديث على أن في تشتيت للجهود ما بين مؤسسات المجتمع المدني وعدم التنسيق في القضايا في المشكلات في أمور كثيرة وبالتالي تضيع من وقتهم وجهدهم وغيرها، فكانت دائما الضرورة أو التوصيات إلى أهمية أن يكون هناك تشبيك ومشاركة ما بين الجميع والتنسيق ما بين جميع المؤسسات سواء كانت مؤسسات مجتمع مدني أو حتى المؤسسات الحكومية الدولية. هذا التشبيك يعني معناته نحن نختصر الوقت، يكون أهدافنا واضحة، أهدافنا مشتركة، جهودنا يعني متعاونة متساندة.